تفضل. صباح الورد، صباح الخير. اليوم احنا برابطة شباب العمل التطوعي حاليا نستقبل المواهب الشابة من شعراء والذين يجيدون الرسم والنحت وحتى الغناء. مساهمة قناة العراقية كل يوم جمعة تحضر تغطية هذه المواهب. اليوم في ضيافتنا مدير عام الكرخ الثانية. القشلة أصبحت هي ملتقى لجميع الشرائح، المتقاعدين والشباب والمثقفين وحتى التربويين. هناك اليوم كان زراعة الورود، حملة العمل التطوعي في زراعة الورود ساهم فيها في قواتنا من الحشد الشعبي. الشكر الوافر إلى إدارة القشلة. اليوم نحاول نوفر أفضل الخدمات إلى الزوار من الشرائح المختلفة. نرحب بكم أيضا كقناة متواجدون معنا في كل جمعة، والتشريون يبقون صامدون إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.